بلغ العداء الجزائري جمال سجاتي نهائي سباق 800 متر بعد تصدره منافسات نصف النهائي الأول بتوقيت قدره دقيقة واحدة وخمس وأربعون ثانية وثمانية أجزاء من المئة. ومن جهته لم يتمكن العداء الجزائري محمد علي قواند من التأهل للدور النهائي من سباق 800 متر بعد حلوله في المركز الأخير بتوقيت قدره دقيقة واحدة وخمس وأربعون ثانية واثنان وخمسون جزءا من المئة. أنهى الجزائري سيرتريكي منافسات الوثب الثلاثي في المركز التاسع بعد تحقيقه 17 متراً فاصل 22. قدمت بطلة الجمباز الجزائرية كيليان مور الدعم المعنوي والتشجيع لمواطنتها الملاكمة إيمان خليف قبل نزال النهائي الذي ستخوضه أمام الصينية يانغ ليو. فشلت الأردنية جوليانا الصادق في الوصول إلى نصف نهائي تحت 67 كيلوغراماً من منافسات التايكواندو بعد خسارتها أمام الصينية سونغ جي في الربع النهائي. أحرز المنتخب الإسباني لكرة القدم الميدالية الذهبية للرجال عقب فوزه على فرنسا بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي امتدت للأشواط الإضافية. توج البريطاني توبي روبرتس بالميدالية الذهبية لسباق التسلق الشامل للرجال متفوقاً على المرشح الأبرز الياباني سوراتو أنراكو الذي حقق الميدالية الفضية. أحرزت الصين ذهبية تنس الطاولة حسب الفرق بعد تغلبها في النهائي على السويد. نزلت مدربة كوريا الجنوبية إلى بساط النزال لتنجح في تحويل هزيمة لاعبها إلى فوز. نالت البحرينية سلوى عيد ناصر الميدالية الفضية في سباق 400 متر للسيدات لتعادل البحرين إنجاز أولمبياد ريو بذهبية وفضية.